التقديم العميد أركان حرب محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر. الكتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور لدفع عناصر اقتناص الدبابات، وكانت أحد العناصر اللي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية. القوات المسلحة سقطت، مصر هتسقط. هل الجيش هيسمح بسقوط مصر؟ ده بعدهم